لغايه ما الاستاذ سامي سليمان رئيس جمعيه مستثمري نويبع وطابه. استاذ سامي اهلا بيك. مساء الخير يا فندم. مساء الخير استاذ سامي. تعليقك اتفضل. انت يعني بدلا من ان اسال على طول، يعني الامن القومي ولا الاستاذ عادل بيقول الاستثمار يتطلب ان املك لمزدوج الجنسيه؟ هو سيادتك احنا بس عشان انا سامع الحوار، انا اولا لما باجي اقول ان الارض دي لو انا متملكها كراجل مزدوج الجنسيه، الارض دي مصريه 100% مش بتتغير طبقا للجنسيه اللي بياخدها. العلم مصري مرفوع، يبقى ده كل اللي هيجي يشتري هنا معروف ان دي علم مصري. ده نمره واحد. انا مش ارض محتله زي ما حصل في ايام فلسطين، الناس كانوا بيبيعوا اراضيهم وياخدوها منهم ويلعبوا القصه اللي احنا كلنا مذاكرينها. ده نمره اثنين. نمره ثلاثه سيادتك لما تيجي تقول تمويل للمشروعات والمصريين يتملكوا ويشتغلوا. انا راجل مستثمر في نويبع طابه، واخد بال سيادتك بقالي اكثر من 20 سنه. واخد كان اعفاءات على شركه الاستثمار بتاعتي بقالها 10 سنين. من 98 لغايه النهارده مش لاقيين تمويل، مش مصري، لا مصري ولا عربي ولا اجنبي. وتفريخها هذه المنطقه بيجي عليها بالخراب. لصالح مين؟ ما نميش. واذا كان في امن قومي، الامن القومي بيبدا بوجود البشر اللي بيحموا اموالهم وبيحموا املاكهم. اذا كانت البنوك الوطنيه نفسها مش كل البشر، مش كل البشر يا استاذ سامي. لا لا لا، معلش يعني يا اما نتكلم ونشوف سيادتك ونبدا نشوف المشكله ونحط النقط على الحروف، يا اما سيادتك انتوا شايفين ان هنتكلم وما نطلعش بنتيجه يبقى ده موضوع تاني. لا، ما هو مش لازم عشان تحقق منافعك الاقتصاديه يكون ذلك على جثه الامن القومي. استحاله الشماعه دي لازم نبطلها يا سيادتك. هو الحاجات دي ما فيهاش امن قومي؟ الحاجات دي اللي الوضع هناك ب 300 دولار، ونفس الظروف الجبليه، ونفس الظروف الارض بتاعتنا مشتركه معاها، وكانت بتدخل ربع ساحه مصر ايام ما كان مصر بيخش 4 مليون ونص سايح، والعقبه دي مش عندها امن قومي؟ يا فندم الشماعة اللي احنا بنقعد نعلقها، احنا نحترم العالم، واحنا اول الناس جينا على حدود مصر عشان نحميها وعشان نقعد نضغط عليها، واحنا عايزين نخفض على مشاريعنا النهارده، وهيئه الاستثمار ووزير الاستثمار ووزير الماليه وكل الوزراء تيجي تشوف عندنا، انت بتدق جير عشان تطلع ميه، الميه نازله في الجبل النهارده مش لاقي اللي ياخدها يستفاد بيها. احنا عندنا مشاريع مقامه اكثر من 40 مشروع متوقف، وزير الاستثمار لازم يجي يشوف المشروعات دي. وبعدين احنا مش بنتكلم عشان نملك اجانب، اجانب ايه اللي نملكها سيادتك؟ ما احنا مصريين كلنا 100%، طب فايدنا ليه؟ سيادة المستشار، طب هاخد تعليق من المستشار محمد حامد الجمل هنا، يعني هيرفع شعره لك. يعني ما اسرائيل دولة مهددة امنيا من جيرانها، وهي ايضا ترفع شعار الامن القومي، لكن ما عندهاش نفس القوانين. ما عندهاش نفس القوانين، ده ما يتعلق بالعقيدة والفكر والاستراتيجية الإسرائيلية. أنت بالنسبة لك الأمن القومي ده المسؤول الأساسي عنه هو القوات المسلحة، ولها عقيدتها وعندها خبرتها التاريخية في المكان ده بيحصل فيه إيه، مش النهاردة بقى، من 1000 سنة. هو المكان ده هو المدخل للاحتلال والاعتداء على استقلال مصر وسيادتها. ازاي بقى هنملك الاجانب ومزدوج الجنسيه بهذا الكلام؟ ما نبعد عن المكان ده تحديدا. هقول لك على حاجه يا استاذ وائل، بص، عشان يعني ليه ماسكين في المكان ده؟ مكان دي اهم حته في مصر كلها هي شرم الشيخ. تكسب شرم الشيخ، خلي الوطن يكسب احسن. لا، والوطن يكسب. عايز اقول لك على حاجه يا استاذ وائل، خليها عشان الوطن يكسب ونتكلم بصراحه. من 15 سنه انا تقدمت بمشروع، ليبيا كانت مغلقه، تونس راحت على حدودها مع ليبيا منطقة اسمها جربة، خلت الليبيين يستثمروا هناك وبنوا أكثر من 500,000 وحدة سكنية. عدد الليبيين اللي دخل تونس وغرق الاقتصاد التونسي وأنعش الاقتصاد التونسي أكثر من 500,000 وحدة تملكها الليبيين على حدودها في جربة، ودخلوا فيها سياحة كان بيجي لهم أكثر من مليون. تمام؟ ماشي. تختلف عن سينا. قلنا بقى إيه سعادتك؟ قلنا إحنا نبني مشروع بين الحدود بين السلوم وبين مطروح،
ونخليها كمنطقة حرة، وبدل التهريب وبتاع نجيب هنا نص مليون ليبي، وبدل ما تبقى السياحة الليبية نص مليون هتوصل لمليون ونص. قال لك لا، الأمن القومي، الأمن القومي دخل الليبيين هنا في الحتة دي، والأمن القومي واتاخد الموضوع وتغير. أنا عايز أقول لحضرتك على حاجة، حافظ على الأمن القومي بكل ما تملك. لكن هي نقطة الأستاذ سامي قالها، أنت عندك من يوم القانون طلع للآن مفيش ولا بنك عايز يمول أي مشروع سياحي. قال لك آسف في المنطقة دي ليه؟ الله، لأي اعتبارات اقتصادية من اللي حضرتك بتقولها؟ قال لك الاعتبار الاقتصادي انك تبني فندق، غصب عنك الامن القومي فوق كل شيء. يا سيدي انا معاك والله، وعندك مصر كلها مفتوحة، يا عم حطها فوق دماغي بس. انا عارف عندك الساحل الشمالي وعندك، يا عم كلنا وطنيين يا سعادة المستشار، ما طيني واحنا قلنا عايزين تملك لمصريين، ايه اللي حصل حضرتك؟ ومع ذلك شرم الشيخ منتعشه بهذا الوضع اللي انت بتقول. منتعشه ايه؟ منتعشه مصريين ومنتعشه عدم جوده. احنا لو دخلنا في المنافسه الجوده يا استاذ، انت لسه بتقول ثالث من اهم ثلاث مدن في العالم. اه طبعا 85% نسبه الاشغال فيها، والمصريين اشتغلوا فتره خلاص كبيره. خلاص الحمد لله، امال ايه بقى؟ انت استثمرت، انت عايز اقول لساعتك عليك، هل انت مقتنع بانك بتجيب 10 مليار وكنت بتجيب الاول 12.5 مليار؟ احنا عايزين نجيب زي تركيا، زي ما جابت تركيا وكنا ماشيين خطوه بخطوه، نجيب 20 مليار و30 مليار، انما نعمل ايه؟ نعمل عندنا استثمارات. انا قلت لحضرتك معدل الاستثمار هناك 15% و85% لم تستثمر. احنا مش بنتكلم كمان عن الاعتداء الخارجي، انت عندك ارهاب موجود فين؟ الارهاب ده في شمال سيناء. طيب والقوات المسلحه في حاله حرب مع هذا، في حرب وان شاء الله تقضي عليها، تقضي عليهم واثقين من دي. لما تقضي عليهم يحلها ربنا. نحل، بقول لحضرتك على حاجه، من حل انا فاهم حضرتك وبيقضي عليه، هو النهارده القوات المسلحه قضت على جزء كبير من الارهاب اللي في شمال سيناء اللي كان ممكن ياكل شمال سيناء كلها. هو برضه امر غريب جدا ان موجود ارهاب وفي شمال سيناء القوات المسلحه كل يوم بتقول انا قتلت وعملت واتقتل مني واستوليت وما استوليت. يا استاذ وائل في 67 عايز انك تملك لمزدوج الجنسيه، لما عملنا المجهود الحربي في 67 لما ده يعني ممكن يساعد على الارهاب ويمكن ان يتسلل منه الارهاب. اه طب في 67 لما عملت مجهود حربي عشان الحرب، عشان حرب 73، خد كل املاكي وكل موجود، كل اللي موجود ده عشان طيب شعر. بتوجه استاذ سامي سليمان، بتوجه لك بالشكر. يعني في كل الاحوال استاذ عادل عبد الرازق، اتوجه لك بالشكر، نائب رئيس اتحاد الغرف السياحيه، المستشار محمد عامر الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق، بتوجه. إنما هنحل يا أستاذ، هسيب ده، ما أنا هسيب بقى ده أمام الملف، هيتحل إن شاء الله، المعنيين بالأمر إن شاء الله، وأمام حتى المشاهدين. يعني عندنا تفاؤل حضرتك إن شرم الشيخ بإمكانياتها الكبيرة وإنها تطلع على المدينة الأولى في العالم، إن بإذن الله هيتحل المشاكل ده وتبقى للمصريين، ونقتنع ونحط ضوابط قانونية عشان ما تجيبش مشاكل لمصر. خلاص إحنا نسيب ده للمعنيين تمام، وطبعا على رأسهم القوات المسلحة لأنها هي الأمن القومي، هي التي هي المعنية في الأساس بمفهوم الأمن القومي، وبالتالي يعني إذا ارتأت بأنه التملك في سيناء سواء للمصريين أو لمزدوج الجنسية أو لأصحاب الجنسيات العربية لن يهدد الأمن القومي، هم لهم الكلمة الأولى، بالإضافة لأنك عاوز تعمل نقاشا مجتمعيا يتعلق بهذه القضية. فليكن وليكن هذا النقاش مقدمة لهذا الحوار، لكن في كل الأحوال لأن احنا عانينا من جماعة هددت الأمن القومي. احنا شفنا كيف اختطفت مصر خلال حكم الإخوان، وبالتالي لا، الحساسية باتجاه الأمن القومي تزداد. علينا أن نناقش هذه القضية، لكن الأمن القومي فوق كل